هذه القضية الداخلية يجب أن تنعكس خارجياً للمواطن، المواطن يكون يتأكد ويشوف أنه هذه المؤسسة هي فعلاً مهنية ولن تنحاز. هذا أمر مهم وأنا أؤكد عليه في جميع مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية، أن تتمتع بهذه المهنية حقيقة وأن تتمتع بهذه المهنية أيضا أمام المواطنين. هذا أمر استراتيجي وأساسي يجب أن نركز عليه، لأن هو كثير من الأحيان هو السر نجاح القوات الأمنية في استتباب الأمن. يخطئ من يتصور أن الإرهاب فقط نستطيع أن نقضي عليه في أرض المعركة، هذا اشتباه كبير لا نشتبه. أصل الإرهاب فكري، هناك فكر منحرف، هذا الفكر يتصور يستطيع أن يحقق ما يريد بطريقة قتل الأبرياء من الناس، بطريقة تدمير البلد. هي نظرية تدميرية، نظرية أنانية، حتى هو يضحي بنفسه بس من أجل مصلحة نفسه، ويضحي بالآخرين من أجل مصلحة نفسه كذلك. هي طريقة معقدة، هذا فكر معقد، وإذا ترجعون مو جديد ترى، رجعوا يعني لهذا، أدعو في كثير من الدراسات العسكرية والدراسات المدنية إلى دراسة التأريخ. تأريخ البشري مهم جدا، تثريك، تخليك أولا تواجه التحدي بقلب قوي. هاي مو أول مرة تعرفها، غالبا الإنسان لما يواجه مشكلة ويواجه تحدي يصور بس هو بالعالم كأنه ماكو تحدي آخر. لما يقرأ التأريخ ويقرأ حالات مشابهة تعطي قوة صمود، آخرين واجهوا نفس التحدي وانتصروا. هذا على مر تاريخ البشرية هاي التحديات تحصل، تحصل خروق من هذا النوع وتحصل تجاوزات من هذا النوع. يكون لما نزر التاريخ نشوف شلون عولجت، كيف تم علاجها، ويحتاج نضيف شيء. الإنسان مو دائما يتبع التاريخ، التاريخ بجمود وهو جمود الوقت وجمود الحادثة. الوقت ما يتوقف والحوادث ما تتوقف، فلهذا من الخطأ نجمد الحادثة التاريخية على ذلك التاريخ ونحاول نقلدها. هذه ما بها مهارة وهذه ما بها عطاء. ضيف شيء، هذه الحادثة التاريخية حاول تنقلها من ذاك جمود زمنها إلى زمنك، حاول تنقلها من محيطها الجامد في ذلك الوقت لحادثة جامدة انتهت صارت بالتاريخ إلى حوادث متجددة وصلت لك اليوم. لهذا أدعو إلى دراسة التاريخ، مهم جداً حتى لا نقع باليأس ولا نقع بالصدمة أيضا، أنه تقع مشكلة كأنه تتصور هذه نهاية العالم، لا مو نهاية العالم. دائما التحدي يحصل، وشفتوا أنتم أكثركم دخلوا يمكن في تحديات سواء كان في سلم الوظيفة أو كان في الجانب العسكري، في حالات تصور انتهى الموضوع، انتهى، هو في قلب الموت، انتهى الأمور كلها تتغير فجأة أو الخسارة محيطة به من كل جانب. شوف الأمور شلون تنعكس دفعة واحدة وتنتهي إلى انتصار باهر. هذا أتصور يحتاج لنا مراجعة، ومراجعة دقيقة في هذا الإطار. وأنا أدعو إلى أيضا الجانب الثاني وهو أكدنا عليه، أنا أدري قيادة العمليات المشتركة تقوم بجهد للتدوين، بس أنا أدعو أكثر من جهة أن تدون، لأنه اللي حقق في العراق ترى شيء كبير خارج تصور كل المخططين الاستراتيجيين في العالم. أنا تكلمت يمكن في خطابات عامة وأكررها الآن، هذا مثال دا ذكره لأن مثال لكثير من كلام سمعته سواء كان من استراتيجيين عالميين أو حتى إقليميين، بعضهم أصدقاء للعراق وقالوا لنا هالكلام. جانا مع التغيير الحكومي صار في فرنسا، تعرفون انتخب الرئيس ماكرون صارت حكومة جديدة، حكومته الجديدة كان أكو عنده وزارة، كان أكو وزير دفاع سابق 7 سنين وزير دفاع في حكومة هولندا السابقة، في الحكومة الجديدة صار وزير خارجية وعينوا امرأة هي وزيرة الدفاع. جوي وفد كبير مع وزيرة الدفاع، وزير الخارجية الجديد اللي هو وزير الدفاع ل7 سنوات، يعني عاصر كل فترة احتلال داعش للعراق، وكان يحضر في أكثر الاجتماعات الدولية المتعلقة بالتحالف الدولي اللي وقف مع العراق ضد داعش. جاءوا بوفد كبير، كنا احنا محررين الموصل، جاءوا يهنئونا ويطلبون ان يصير فعلا نظره جديده للعلاقات ما بعد داعش. بس نقل كلام اللي هو وزير الخارجيه كان وزير الدفاع، قال احنا كنا نشوف تقدمكم، كنا نشوف حديثكم في المؤتمرات الامنيه العالميه، بعضها كانت مصغره بعضها كانت كبيره. قال كنا نتصور متفائلين زايد،
كنتوا تتحدثون تقولوا 3 سنوات راح نقضي على داعش، يقول احنا حسابنا ما تقل عن 10 سنوات، مستحيل. هذا اللي صار على ضوء مراجعة التاريخ والحركات الشبيهة بالتاريخ، وعلى وضع ضوء وضع العراق ووضع المنطقة والخلاف العميق في المنطقة، لا يمكن أن يحل إلا 10 سنوات، مو أقل من 10 سنوات. أن أما أنتم كدبرتوها سويتوها خلال 3 سنوات وقلتوا واللي حكيتوا به صار بالضبط، يعني مو عملية خيالية أو تكهن على السلاطين. قال هذا بصراحة غيرت كل نظرتنا على العراق، واليوم العراق ممكن يلعب دور استراتيجي في المنطقة.